استعد للانطلاق مرة أخرى. سأبدأ في العد التناجوي للمرة الثانية. برافو! مركز القيادة، مركز القيادة، إلى الآن الهواء سليم والتنفس طبيعي. من مركز القيادة أنا طالب شين 005، كيف الجاذبية عندكم؟ حول حطبط. هل تسمعني طالب شين؟ يرسل. درجات الحرارة في انخفاض ومستوى الجاذبية في انخفاض، حول. مركز القيادة، مركز القيادة، إلى طالب شين 005، حدد موقعك بدقة، حدد موقعك. أرسل حطبط 810، معك طالب شين 005، نحن قريبين من زحل. الهدف، الهدف، هدف طالب شين، طالب شين 005، الهدف المريخ، مريخ، المريخ. طالب شين 005 معك. طمن راسك، طمن راسك، طمن راسك، واخرج من المجال، مجال الأجرام السماوية، بعدين اطلع من أول نافذ يسار. حطبط 810، هل بالإمكان تزويدنا بنتائج كأس الدوري؟ ولا زال الهلال متصدرا الدوري؟ حطبط، حطبط، أرجو الانتباه، ماذا عن نادي النصر؟ هناك إشاعة تملأ الفضاء بأن نادي الهلال ما زال متصدرا الدوري، أفيدونا بذلك؟ انتبه أمامك كوكب أهلاوي أخضر وأبيض، انتبه للكوكب، كوكب، كوكب الشباب يوخر على الكوكب، أحسنت. يا طالب شين 005، هناك انتحار جماعي للحيتان في مخرج 13، صوروها بالأقمار الصناعية لأقرب من 10 سنتيمتر. الله يخليك يا طالب. غمض 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 راسك. بالهبوط على أرض المريخ، نأمل تبليغ هذه الرسالة لجميع وكالات الأنباء العالمية منها والعربية كأول إنجاز عربي، هبوط الإنسان العربي على أرض المريخ تفوق على الغرب. العينات النادرة فقط، العينات النادرة فقط، استلم حول. يا بختي أنا وكل الصابرين. هذا ايش جابه في المريخ؟ ها؟ جاب هذا في المريخ؟ يا لخو، انت يا لخو، انت ايش جابك هنا؟ انتم اللي شنو؟ انا عاوز اعرف انتم شنو؟ انت الحين ايش جابك هنا في المريخ؟ مريخ؟ ما يا اخي احنا في الارض يا اخي. طب عفوا، يعني احنا في الارض، يعني في اي بلد وفي اي موقع؟ احنا في الرياض يا اخينا، وهذه الحاير عيل ليه تشليح، شوف شفتها هنا في الارض. نعم. ايه لي كل جواد كبا. نعم. يا حطبط، حطبط 810، معك طالب شين 005 يتحدث، اوقف كل الاتصالات بوكالات الانباء العالميه منها والعربيه. لا احنا هبطنا حطبط جنبك عند التشليح. جدعت عصا. نعم، جدعت عصا، جنوب 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 غربي. نعم. خذ لك ليموزين وتعال خذنا. تشليح وليموزين؟ هذا كلام. حذفت عصا.